طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافتين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لان عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث حول موضوع احتجاز الطائرة العراقية التابعة للخطوط الجوية العراقية في تونس اللي صار اليوم. طبعا المسافرون وثقوا بهواتفهم النقالة مشاهد اضطرارهم إلى افتراش أرض المطار في تونس منذ الساعة 1 فجرا، ومحاولتهم التواصل مع أمن مطار قرطاج التونسي، واللي أبلغهم بأن سبب عدم إقلاع الطائرة هو امتناع تسديد الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية للجانب التونسي. المفارقة بأن الخطوط الجوية العراقية ما عندها مكتب في تونس، في مطار تونس، وتحدث المسافرون العراقيون من داخل المطار بأن الطيار المسؤول على الطائرة طلب جمع مبلغ 3000 دولار. يابا ليش؟ والله نريد نفول الطيارة بنزين، ولكم يعني أن تتخيلوا، ولكم أن تتخيلوا كيف وصل الحال، يعني اجمعوا لي مال بنزين حتى أطير بيكم البغداد. يعني يا معودين جماعة العملية السياسية، الحكومة بعد 2003 سوتوا بالعراق، والله فضحتونا بين الدول ومنجدتونا. يعني وصلت إلى أنه كابتن الطيارة يطلب من المسافرين اجمعوا لي فلوس حتى نفول الطيارة وقود حتى نقدر نطير. بالله خلينا نشوف المقطع الأول اللي صوره أحد المسافرين من داخل مطار قرطاج في تونس. طبعا صباح الخير، اليوم أنا بمطار قرطاج الدولي. اليوم المفروض أنه راجعين العراق ساعة بالأربعة، لازم الطيارة على الخطوط الجوية العراقية. تفاجئنا أنه الطيارة تأخرت ساعة كاملة. مثل ما تشوفون هاي الناس كلها قاعدة تنتظر من ساعة بالثنتين تقريبا أو بالوحدة ونص أنه لازم الطيارة تطير ساعة بالأربعة. بالخمسة جانا خبر أنه الطيارة واصلة بس ما بيها بنزين، والطيار يقول لموني 3000 دولار على مود أفول الطيارة ونطلع. يعني هاي وين صايرة؟ بس أرد أعرف يعني بيا خطوط جوية بيا دولة. أشوف هاي الناس، حكيت ويا أمن المطار، حكيت ويا المدير، قلت له ممكن تطلع لايف وياي تحكي لنا عن هذا الموضوع، بس ما حد يقبل يطلع. شوف الناس منتظرة من الساعة 4، زين ماكو حل وماكو مكتب خطوط جوية عراقية هنا، مرطين الناس ومقعدين. وين وصلنا؟
على كل حال معنا اتصال أبو حسن من بغداد. طبعا أريد نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، موضوع اليوم. تفضل أبو حسن من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك ويحفظك يا أبا، حياك الله. شنو رأيك بالموضوع أخي عمر؟ يعني موضوع ما أقول شو موضوع أخي عمر، يعني شوفوا دولة وين وصل، يعني العراقيين شوفوا شوفوا وين وصلوكم دولة. اللصوص اللصوص المو عراقيين، أنا قلت دولة مو عراقيين، يعني شوفوا شلون وصلوكم يا مرحلة. يعني عبارة صاعد بكية جاي من باب الشرقي لأي مكان آخر، شوفوا يعني يدفعون ما الطيار يدفع يجمع فلوس مال مال عقود. وين وصلنا ما شاء الله؟ وهذا الخنزير يقول لك انتوا امامكم فرصه عظيمه. شلون شلون فرص من البناء والتطور والديمقراطيه والحريه واشياء يعني ما كنا نشوفها قبل شفناها هسه، من حيث الطبابه الطب العلم المعرفه. ما شاء الله شو الطياره مالتنا يعني زينة، يعني حتى يطلبون تونس يطلبون فلوس فوقها. شوفوا شلون وصلكم ديا مرحلة، يعني شوفوا شلون وصلكم الناس قامت تضحك علينا. نعم يعني هذا من سكوتنا ورضانا بالمذلة والمهانة. نعم يعني ما يعني يا عراقيين اصحوا اصحوا يا عراقيين. نعم اكبر عيب اكبر عيب على هيك الشعب يعني يسكت على هالمذلة هاي. يعني هانا هنا يعني يروحوا لأي دولة بالعالم ما صايرة بالكون كلها، هاي ما صايرة بين طيارة تحتجز هي وركابها على مد وقود. زين أبو حسن، أبو حسن شلون نعم. خطوط جوية عراقية تسير رحلات إلى أي بلد بالعالم، والمثال تونس ما عندها مكتب بالمطار. يعني المكتب تدري هو يخلص إذا أكو فد إجراءات معينة، هو يخلصها إذا أكو موضوع وقود ما وقود. ما سمعنا بالعالم أنه والله الطيار يشيل بجيبه فلوس حتى يدفع. هذا إذا دل على شيء دل على أنه اللي 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 مسؤول عن الخطوط الجوية العراقية غير آبه ومهملين القضية نهائيا. يعني الأمر غير معقول، يعني كأنه الطيارة نزلت اضطراري والله ما عندهم فلوس حتى يفولون بنزين. نعم اخي دولة فاشلين عمر، اخي فاشلين دولة، دولة مو مال قيادة الدولة الله يرضى عليك، دولة مو مال قيادة حتى يا بس اسرحهم الطليان اجلك الله ولو نعمة الله هاي اسرحهم طيب ما يعرفون يسرحوها. يعني انا شايف مكتب مكتب مال مال دولة واي دولة بالعالم سفارة اي شيء، يعني معقولة دولة ما بيها مكتب يشوف حالات الطارئة بالطيارة؟ يجوز حتى المريض يموت هناك ما حيدير نبال. اخي هاي مو دولة، مو دولة هاي عصابة، عصابة مجرمة وحاقدة على الاسلام. نعم يعني هم سووا من 2003 ولحد الان سووا اشو قتل تهجير ارهاب. وانا اقول يا شعب يا شعب اصحوا على نفسكم ترى ترجع. نعم أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا من بغداد. طبعا سلطة الطيران المدني في العراق اليوم أعلنت بأن السلطات الأمنية بتونس رفضت إقلاع طائرة عراقية من مطار قرطاج. وقالت سلطة الطيران في تصريح صحفي بأن قوات الأمن في مطار قرطاج بتونس منعت اليوم طائرة عراقية من الإقلاع بسبب الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية. وأكدت مصادر في الخطوط الجوية العراقية أن هذا الإجراء جعل المسافرين يفترشون أرض مطار قرطاج بانتظار إيجاد حل لوضعهم. ومثل ما شفنا تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع أو مقاطع فيديو لمسافرين عراقيين عالقين في مطار تونس قرطاج الدولي مثل ما شفنا بالمقطع الأول. قبل ما نشوف المقطع الثاني نروح على اتصال أبو محمد من أربيل. تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ عليكم السلام عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرجع أقول هذا الشعب يستاهل حيل ويا وبعد أكثر. ليش؟ لأن هو هذا الشعب جاب هيك نماذج شكولات لهذا البلد. الشعب ما راضي، إيش يسوي؟ مغلوب على أمره.
شو يسوي الشعب؟ شعب يطلع يطلع مثل ما جابهم خلي يطلعوهم. من جابهم؟ غير الأمريكان جابوهم علينا؟ مو أمريكان لو ما لو ما الشعب لو ما لو ما الشعب أمريكان ما يقدرون لهذا الشعب لو ما الشعب هم متقابلين. طبعاً طبعاً إذا ما يلحق نفسه ما يلحق نفسه الشعب راح يصير بعد زايد يصير بي. بس أنا أقول بلشي هذا الشعب شوي يوعى شوي. انقطع الاتصال مع أبو محمد من أربيل. طبعاً الفيديو الثاني اللي راح نشوفه حالة من الارتباك سالت بين ركاب طائرة الخطوط الجوية العراقية في تونس بسبب تأخر الطائرة عن موعدها. نشوف المقطع الثاني ونرجع لكم. شو الموضوع؟ شو وش الساعة؟ غريبة أو جديدة؟ هي مو سوش من عندهم، سوش من دولتنا. ايش عليهم والله؟ عليهم والله ما لهم شغله. ما لهم شغله؟ والله هو احنا شخص واحد. يعني الازمه مستمره وماكو حل لحد الان وما نعرف الناشد يعني. قلت لكم ايش الموضوع ترى؟ ولا واحد انا وجيتوا الشركه ما لها داعي. الموضوع خطوط الجويه العراقيه يعني هو هذا السبب. هو هذا السبب الرئيسي. انه طيار يقول ما عاد 6000 دولار نزل خبر كل واحد ينزل. هو اول عالم ينتظر او اول عالم يتاخر؟ لا اول العالم. لا حبيبي مو اول العالم بين ما نسافر انت العالم. ليه؟ فرجاء لا نضل اسكت. كنا لحد ينفذ الثاني ان شاء الله الطياره قد تطلع حتى ساعه وان شاء الله طايرين. من يقول الطياره طب قد تفول طب قد تفول الموضوع انه توفي له مال. صلي على محمد والي محمد. ترى كنا على اخصابنا اتهمنا. هذا رايك؟ هذا رايك؟ عاجبني مرتاح. هاي شوف الفوضى اللي صارت. هاي الفوضى اللي صارت. الفوضى اللي صارت بسبب الخطوط الجويه العراقيه. شوف الناس. لا تشوفون الناس. لا تشوفون الناس. كل واحد كل واحد يحكي وجهه نظره. زين شوفوا هاي الفوضى. من السبب ما اعرف يعني. من يتحمل مسؤوليه؟ زين 180 مسافر. حالة من الارتباك بين المسافرين تعركوا بيناتهم. طبعا السفارة التونسية في بغداد أصدرت بيان حول الموضوع. نشوف البيان على الشاشة وإحنا نقرأ وأوضحت به. نشوف البيان. طلع لنا البيان على الشاشة وإحنا نقرأ. تمام. طبعا البيان جاء فيه بأنه الطائرة العراقية لم تحتجز في مطار قرطاج الدولي في تونس. وأضافت السفارة التونسية في بيان لها كما نشوفه على الشاشة بأن قائد الطائرة هو من تسبب بتأخر إقلاع الطائرة من مطار قرطاج وذلك بسبب عدم دفعه مبلغ وقود الطائرة. احنا نشوف هذا بيان او البلاغ التوضيحي من قبل السفارة التونسية في بغداد. جاء فيه على اثر تداول عدد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده احتجاز السلطات التونسية لطائرة عراقية صباح يوم الاحد بتاريخ 28/7/2019 يهم سفارة الجمهورية التونسية ببغداد التوضيح بأن إقلاعها يعود لتلكؤ قائد الطائرة في دفع مبلغ لخلاص الوقود. وللإشارة فقد تم التنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية بتونس التي تولت دفع المبلغ المطلوب وتأمين إقلاع الطائرة من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه بغداد. طبعا الخطوط الجوية العراقية موضوعة على اللائحة السوداء اللي صدرت عن الاتحاد الأوروبي أو تصدر عن الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015. يعني الخطوط الجوية العراقية ممنوع تطير فوق الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب عدم
أو تراجع نقاط السلامة والأمان في هذه الخطوط الجوية. لغاية الآن الخطوط الجوية العراقية على اللائحة السوداء. معنا اتصال أبو أحمد من الرمالي. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، بالنسبة للطائرة المحجوزة اللي في تونس، هذا يعني أولا سبب إهمال الحكومة العراقية وفساد الحكومة وفساد الشركات الطيران وفساد الوزارات. فهاي الأمور يعني هل تتوقع أنه دولة ما تقدر تدفع أجور يعني جور الطائرات أو جور يعني النقل؟ لا، بس لكن هناك فساد واعتماد على فلان وعلى فلان، وتسليم الوزارات لناس غير مؤهلين للوزارات، وتسليم الشركات الطيران لناس غير مؤهلين. فهذا يسبب هاي الأمور وتحصل هذا الأمر. مو غريب يعني على العراق، مو غريب، مو شيء غريب. يعني ما استغربت، لأن يعني أنت لو في دولة أو دولة أوروبية أو دولة خليجية أنت تشوف الدنيا تقوم وما تقعد. يعني إذا هيك حالة يعني أبو أحمد الأمر أرواح ناس، إذا يوصل الاستهزاء بأرواح الناس، مئات الناس صاعدين على الطيارة والله والطيار ما شايل فلوس، يعني ماكو هيك حكي، ما شايل فلوس والله ما عنده بنزين، او الخطوط الجويه العراقيه عليها ديون متراكمه، زين شلون الطير رحلات اذا عليها ديون؟ شلون الطير رحلات اذا ما عندها مكتب يخلص كل الاجراءات؟ يعني ما معقول انه احنا الجماعه ما شاء الله اللي موجودين هسه بالعراق، ياهو اللي تزمه صاير زعيم وقائد وورا ميليشيا. يعني الوضع تفضحنا عمي، والله تفضحنا بين الدول، وصلت الى مرحله يعني ها كلها ينظر بها المواطن العراقي، انظر المواطن العراقي بالاول والاخير، هو ما انظر المسؤول والبرلماني والوزير ما عليه اي شيء، بجيبه جوازين ثلاثه وفلل وارصده وكل شيء، امورهم هم وولدهم واحفادهم مرتاحين، بس المواطن المسكين هو المتضرر. نعم استاذ العزيز، هو انا ليش لما تكلمت لك قلت لك الدوائر تسلمت بيد ناس مو مؤهلين، ناس يعني يعني حصص، تعال فلان الزم هذا. لا تقول لي والله انه مال بحال الارواح الناس. يا اخي يا ارواح يا بشار يا ناس، ما لهم علاقه بهذا الامر، ما عندهم اصلا انسانيه ولا عندهم ذره من الانسانيه. لا، ناس جايين مكاسب خاصه، جايين لتعبئة الجيوب، جايين لدعم الدول الجوار ومعروفة هي إيران، لدعم إيران. يعني أنت تشوف هسه إذا طيارة إيرانية بالعراق توقف، يعني كل الدوائر الحكومية تدخل يعني إنذار. إحنا مو بس تفضحنا عمي قمنا نستحي حتى نطلع الدول الخارجية، نستحي نحكي بالتلفزيون، نستحي نحكي نقول عندنا وزارات، نستحي نقول عندنا مؤسسات. الامر طلع يعني بعد الريحه طلعت، يعني نقول على قولة المصري يقول ريحتكم فاحت، ريحتهم طلعت اكثر من اللازم. يعني الى متى احنا نضل هيك؟ الى متى يظل العراق هيك؟ يظل الطيران ماكو تواصل؟ يعني شو طيار ما عنده فلوس؟ هو صاعدين بباص احنا من العلا والكاظميه لو مدري منين؟ طيران شركات طيران عمي نقل عالمي هذا، ومن دولة لدولة، لا مثلا من الموصل للبصرة. نعم. يعني مو بس استهزاء ولا بس استهتار، وإنما فاقت الحياة وفاقت الغيرة وفاقت كل الأمور. نعم. ونسأل الله أنه يخلصنا من هذول الناس، من هذه الطقم الفاسدة، ونخلص. نسأل الله بأقرب وقت. والله أني عن نفسي، تحكي عن نفسي، إذا تجي إسرائيل وتقول لي تعال عمي، ولا ما أريد أصحك هذا الكلام، خاف تنتقدني. يعني مو بس إسرائيل تحالف ويا الهندوس ضد هاي الحكومة الفاسدة. زين. نعم أبو أحمد. أبو أحمد كان معنا، شكرا لك. أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه. أبو طه تسمعني؟ أبو طه. صوتك بعيد جدا أبو طه. أبو طه. السلام عليكم. فين قلبي؟
الصوت جدا بعيد. نحاول إذا بها إمكان تتصل بنا مرة ثانية أبو طه، الصوت غير واضح. نعم طبعا المقطع أثار نقمة وسخرية العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما ألت إليه الأمور في العراق بسبب الفساد الحكومي وفشل القوى اللي تحكم العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن. خلونا نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك حول موضوع الطائرة اللي في تونس. يقول علي يقول عادي بالعلاوي كأنك دع تنتظر، قالها ساخرا. مصطفى الشمري يضحك ويقول هاي الطيارة 8 سلندر وتصرف، الطيارة عبالة سايبة، قال لك خل أمشي على الثقة هي ما تصرف، بس تفاجأ من وصل للمطار طفت. طبعا هو كيف قال همزين ما طفت برا خطية، كان وين راح. نعم يقول لؤي الدفاع يقول نعمة 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 من الله، مو زين ما خلصت البنزين وهي بالجو. نعم يقول عبد يقول حسن السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من إقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة. آخر كذلك يقول الطائرة محجوزة لأن العراق مديون لتونس. نعم واحد يقول صوتك حجزت بهاي الطائرة محركة 3000 يصرف. عمي نصيحة كل قول للطيار يخلي ويجي أحسن. أبو فيصل من لندن، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله يخليك حبيبي. حياك الله يا أهلا بيك. دا أتفرج على يا أخي والله مهزلة، ما نعرف شلون نحكي. إحنا هواي نحكي بس فعل ماكو. ناس موجودين في هالبلد مع الأسف دمروه، ولاءهم وحبهم وتقديرهم للجارة الأرجنتين هاي بالدرجة الأولى، ومع الأسف اللي اختاروهم كلهم غلط. ما أقول الكل، في ناس تشتغل بس ما تقدر تشتغل بحرية وبشيء واضح يخدم البلد يخدم الناس. يعني دا تفرج عليها المهزلة هاي، طيارة ما بيها بنزين، الطيار لازم يروح يدفع الفاتورة، و ليش وشوف هاي تبازين خانة. يعني والله مهزلة، والله مهزلة كثيرة. نعم يعني أنت أبو فيصل أنت عايش بلندن، عمرك سمعت نعم كابتن الطائرة، هو كابتن نعم الطائرة اللي يقود الطائرة هو يروح يخلص فلوس البنزين، ولا أكو إجراءات مكتب شركة هي تخلص كل هاي الأمور؟ طبعا أكيد أكيد هاي 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 متعارف عليها دوليا حقيقة، أنا ما عندي بيها فد معرفة كاملة. نعم بس ما سمعنا هيج انه كابتن الطائرة هو يدفع فلوس البنزين وبعدين يطلع ما عنده ويفتر على المسافرين، والله جمعوا لنا 3000 دولار مثل ما سمعنا بالمقطع. وهذا اللي قاعد صار بيناتهم مشادة كلامية بين احد الركاب. اللهم صل على محمد، كلنا احنا نصلي على الله محمد وآل بيت محمد. ادري شنو قادر راح يجوز له بنزين منين بنت المكان ينزلها من السماء، يعني شغلة مهزلة معيبة. سببها تخلف، سببها إدارة فاشلة، سببها ناس ما عندها كفاءات نهائيا. المهم أنه خصخصة خصخصة الأحزاب وال ومن دي يجون من أي بلدان، قسم موجودين هنا بإنجلترا أنا هواي شايف منعتهم وقسم رايح لبيوتهم. والله مهزلة. نعم والله حكي حكي يعني يعني معيب إذا أطلع حكي على التلفزيون لأن في شيء ما يلبس العقال على قولة العرب. نعم أشياء مع الأسف يعني تقهر. أنا أنقهر، أنا عندي هواي ناس أشتغل وياهم وأغلبهم من 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 هالبلد هذا جنسياتهم يعني هم إنجليز، يباعوا لي غير نظرة، يباعوا لي نظرة احترام وتقدير. نعم للي يسمعوه شكل واللي يجون يباعون يقول ما معقول اكو ناس هيك هاي تحكم بلدكم هيك تسوي تسوي. وهاي معلومات يعرفوها سواء هنا او هناك، يجون يقول لي يعني انا بالفعل ما اخجل لان بالنتيجه هم يعرفون هم هذول اللي جابوهم واللي جايين واللي يحكمون. فد ناس حقيقه تافهين تافهين بما تعني كلمه.
مهم مصالحهم مصالح البقية اللي دار مدار البلد مع الأسف. نعم. أذوا البلد، دمروا البلد. ما نظل ندعي عليهم وإن شاء الله الله إن شاء الله الله يطلع لنا حوبة تبيهم كل يوم. إحنا كنا نأمن نرجع نعيش دولنا بس ما كنا تيجي من وراء هذول. نعم. بس على قولة واحد من الأشخاص طلع بالبرنامج في البداية يقول لازم نتحرك الشارع. ما أعتقد الشعب العراقي ما عنده شجاعة مثل الشعب المصري. ولا مثل الشعوب الأخرى، الشعب السوداني يعني ما أعتقد عراقي شجاع وعراقي أبي والعراقي عنده قوة والعراقي عنده عقل ويقدر يتصرف. بس عالقولش يقول مثل ما قال الأخ المقدم البرنامج يقول نعم. لا حول ولا قوة لأن ما كوش الشيء يقدر يتصرف لأنك ناس متسلطة تأدي وتقتل وتختال اللي هي شيء يتصرف. فعلى كل يعني شيء محزن بس يبقى العراق بلد شامخ بأهله بكل طوائفه بكل أديانه، ناس محبة وناس كلها بخير وعايشين بخير. ونقول يا رب يا رب يطلع حوبة هالناس كلها اللي صارت سواء داخل العراق وخارج العراق من وراء هذول الحتالة حتالة ما أنتج التاريخ اللي جت بهاي الحقبة معنا. نعم. أشكرك أبو عليك. فيصل من لندن كان معنا اتصال. عماد من السويد تفضل. عماد تسمعني؟ عماد يبدو أننا فقدنا اتصال مع عماد. أبو طه من فنلندا يعاود الاتصال بنا. تفضل أبو طه. أبو طه تفضل. أبو طه تفضل. أبو طه كذلك أكو مشكلة بالاتصال مع أبو طه من فنلندا. طبعا كما ذكرنا قبل قليل يعني أدرجت شركات طيران على اللائحة السوداء على خلفية سوء أعمال الصيانة ومعايير الرقابة طبقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي، ولهذا تمنع هذه الشركات أو تمنع هذه الشركات من التحليق فوق أي مجال جوي لدول الاتحاد الأوروبي. طبعا الخطوط الجوية العراقية من ضمن أسماء شركات الطيران على اللائحة السوداء اللي نشرتها وكالة سلامة الطيران الأوروبية وإدارة الطيران الفيدرالية منذ عام 2015 ولغاية الآن. طبعا نستطيع القول بأن الخطوط الجوية العراقية يوميا لديها مشاكل، نكون واقعيين. وفي مطار بغداد أولها التأخير عن الإقلاع والهبوط، هذا أبسط شيء. إلغاء الرحلات، تغيير مواعيدها دون إبلاغ أو تعويض المسافرين. يجي المسافر احتمال يلقى الطيارة طائرة، هو مثلا طيارته الساعة 2 يجي قبلها بثلاث ساعات يلقى الطيارة طائرة، لأن يقول له والله تم تقديم الرحلة. أو يلقاها مثلا بالليل مأخريها لليل ويقعد بالمطار، لا تعويض ولا شيء. طبعا أضف إلى ذلك قدم الطائرات وقلة الخدمات المقدمة فيها وسرقة أمتعة بعض المسافرين، تقارير دولية تحدثت هذا الشيء، تحدث هناك حالات سرقة في حقائب المسافرين في مطار بغداد. وطبعا نذكر على سبيل التذكير إحدى الحوادث اللي مرت على 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 الخطوط الجوية وعلى وزارة النقل والمواصلات في العراق. نتذكر كنا بالعام 2014 من كان هذا العامل وزير النقل، منعت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد. ليش؟ والله لأن ابن هذا العامري تأخر على الطيارة في وقتها والطيارة طارت في موعدها، وابن هذا العامري خابر على أبوه قال له بابا هاي الطيارة طارت وما يعني ما لحقت بيها. هذا العامري قال تبلغون طيار، طبعا هو نفى بعدين ولكن احنا ننقل معلومات اللي موجودة. أبلغ كابتن الطائرة في ذلك الوقت انه لن يهبط في مطار بغداد الا ان يعود الى مطار بيروت حتى ياخذ ابن هذا العامري وصديقه. وبالفعل تم الامر، هو تقريبا 20,000 قدم فوق سطح الارض ونزل في بيروت وحتى ياخذ ابن هادي العامري ويرجع لبغداد. فشوف عيش وشوف مثل ما يقول المثل، عيش وشوف اللي صار بالعراق. عندنا اتصال من السويد.
ابو مصطفى. تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك اخي وتحيه حياك الله للمشاهدين. يا هلا بك. والله يا اخي عمر هاي ما صايره يعني هاي اليوم سمعتها حتى الصومال البلد الفقير ما 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 تصير شغله مستحيل يعني اكو مكاتب اكو شغلات شنو بنزين ماكو شنو هناك بنزين خانات يطلون بفلوس ممنوع حتى واحد بفلوس الا كارت هاي اكو كارتات الفيزا كارت اللي هذا مو مال يعني فلوس هذول حراميه. اروي لك في الحادثه اخ عمر هاي الحادثه خلي يسمعها اللي مجدون بهاي ما يسمى حكومه مو للوطن الوطنيين يعرفون بالثمانينات بالثمانينات عندنا طائره بالبرازيل نعم تعرف فوق فوق اكثر من 11000 قدم بالجو صار اكو حادث بالزجاج انكسرت. المهم الطيار شاطر وسبع تعرف طيارين احسن طيارين العراقيين كانوا معروفين يعني نعم نزله هبط بجزيره انتخب للسلطات العراقية رأسا دزولة طيارة خاصة وجامة صغيرة زجاجة وياها كادر فني مهندس حتى يكملون يجهزون الطيارة. شوف جد أكو كان أكو النظام الوطني جد كان أكو عند غيرة وشرف شرف على المهنة وشرف على البلد هذول حتى شرف ما عندهم حتى ناموس ما عندهم. قل لي بيهم واحد شريف إجا والله العظيم الأمريكان لقطوا وين ماكو سرسري حشد سامع جابوه. شوف اليوم والله العظيم نستحق قدام العالم نقول العراقيين عم ضحكوا علينا العالم هذول ضحكوا علينا العالم ناس حرامية ناس ما عندهم لا غيرة ولا شرف دمروا للبلد حسبي الله ونعم الوكيل. أخي عمر هم ما رد أطير عليك ورايا وراكم عالم. أشكرك. أنا أشكرك أبو مصطفى من السويد كان معنا. أم عبد الله من بغداد تفضل. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى حضراتكم الشريفة. أهلا وسهلا بيك أستاذ. إحنا يوميا إحنا بننتظر من إذاعتكم المفقرة مواضيع يعني المفروض قد تكون مواضيع مفرحة للشعب العراقي بس هي مواضيع شو هذا الحال هذا الحال اللي موجود بالعراق مع الأسف وهذا اللي يعني ينقهر من عنده هذا الشيء. استاذ يعني شوف هو ليش انه ما سوتهم بالوقود ولا انه سوتهم يعني بالاقلاع السبب ليش؟ عندهم مشاكل العراقيين في كل مطارات العالم لو هم صحيح انه متعاونين وديون ما عليهم وهم يعني هو الطيار مالي بس هي وزارة النقل المفروض هي اللي تقوم بهذه العمليات كلها تسهل أمر الطائرات وأمر الطيار وأمر المرافقين والطائرة بكل طاقمها يعني بس هذا ما شفنا هذا إحنا موجود هذا بالعراق بحيث إنه إحنا يوميا عندنا صدمة في العراق بحيث إنه صار عندنا أصبحنا مصدر فوضى في كل مطارات العالم حتى الناس في دول أوروبية يقومون بعملية إنه ما يروح على طائرة عراقية خوفا من المشاكل فيروح إلى طائرة أجنبية يقول لك إنه أسر على نفسي أوصل سلامات إلى العراق أو أروح من العراق إلى الدول الأجنبية. ترى هي مو أول محاولة أو حادثة صارت إن حادثة صارت بالنسبة إلى مطار النجف 270 بحريني جايين للزيارة في النجف ايضا ما عندها وقود وما ما قبلوا انه يزودوهم بالوقود فسوى الطيار راح الى بغداد يزود بالوقود يلا طار الى البحرين يعني هذه حاله. حاله الاخرى الحجاج هسه ايضا بيعانون من مشاكل الطائرات. معنا اتصال زينب من واسطه. تفضلي زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. راح اقرا لك سوره سوره الاعراف اللي هي تتكلم عن المدالي والمعممين والحكومه. انت شنو رايك بموضوع الطائره؟ اعطيني رايك انت. نصي التلفزيون الله يخليك. والله هي كلها صوت الحكومه. نعم زينب. هي كلها صوت الحكومة. نعم. لأنه مال الحكومة ما يصير هيك. نعم. زينب، أنت ليش ما تنصرين التلفزيون؟ زينب.
نص التلفزيون للأخير ما شاء الله أغلب العراقيين يحبون يسمعون صوتهم. نصينا التلفزيون عيني للأخير وتفضلي حتى تقدرين تحكين براحتك وصوتك مسموع تقدرين تسمعي بالإعادة. نعم تفضلي. أستاذ عمر راح أقرأ لك سورة، سورة الأعراف اللي هي تتكلم عن الحكومة والملالي والمعممين. نعم. أنا أشكرك زينب بن واسط، أشكرك زينب بن واسط. من إحنا ما عندنا وقت صراحة، يعني متصل نعطي دقيقة أو دقيقتين. طبعاً ممكن نربط موضوع بموضوع. القيادي في حزب الدعوة علي الأديب اليوم إيش قال؟ قال يقول العملية السياسية ستنهار بالكامل إذا تم فتح ملفات الفساد الحكومي على مصراعيها في العراق. من بؤك لباب السماء إن شاء الله. يعني لو يبقى الفساد وهذا وضع البلد، لو أنتم تظلون على الكراسي، يقول بأن قمما سياسية كما قال سيلقى القبض عليها إذا تمت محاربة الفساد بشكل جدي، وأن بعض القوى السياسية تخشى فتح ملفات الفساد لكي لا تنهار العملية السياسية ومعها الحكومة. يعني باعترافهم عملية فاشلة، عملية غير صحيحة وغير سليمة. معنا اتصال. سوسة. نعم تفضلي أختي من أمريكا، اسمك غير واضح، تفضلي. أوكي. أنا سوسة من أمريكا. أهلا وسهلا بيك سوسة. حياك. أهلا وسهلا. يا بقول سوسة. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس حبيت أشارك وياكم، بس أنا ما طالع الصورة بالتلفزيون. ليش؟ لا ماكو صورة، هو بس صوت أختي. ها يعني مو شلون أنت لو تخابرين الموبايل وين أكو صورة؟ ما مفتوح كام عندك انت؟ لا ولا عندنا. لا اقصد ميت. لا اقصد يعني ما يطلع صوتي بالتلفزيون. لا طالع يعني حسه على الهواء انت مباشره. تفضلي اختي وطينا رايك موضوع الطائره اللي انحجزت في تونس. تفضلي. اي اوكي. انا اول شيء ابلغ الحكومه انه يعني ماكو فرق هذا العامري ولا اي مسؤول، يعني احنا كنا سواسية. يعني أنا عايشة بأمريكا وشفت هواي أكو اختلاف بين نظام العراق ونظام أمريكا. طيب هم عوائلهم ما ونص بلندا ونص بغير دول بأوروبا، زين هذا النظام ما هم عايشين الدول عندها نظام عندها سيستم معين. طيب ليش ما نقلوا هاي التجربة للعراق؟ ليش نقلوا بس الفساد؟ يعني أنا أستغرب أنتوا من شفتوا النظام غير دول مو نفس نظامكم. طيب ليش ما تعلمتوا تجربة وسووها في العراق أحسن ما أخذتوا تجربة الفساد ونقلتوها للعراق؟ يعني وإذا ابن هاد وإذا وإن يكن يعني شنو هالاستهزاء بأرواح الناس؟ شنو بانجين ما عندهم وشنو المنزلة؟ يعني معقول أكو هيكي؟ أنا بس فتحت التلفزيون وشفت حتى الفيديو ما كملته، شفته هيك على النص يعني صراحة. يعني إحنا وين راح نوصل؟ وين عراق الحضارة؟ كم حضارة تكون عليها صراحة؟ يعني يا حضارة أنا تعرف. نعم. حضارة الفتاة ترى والله إيه يعني كل شيء يعني. نعم. جواز كان أحسن جواز بالعالم. نعم. جواز مالت حتى جواز يعني ما محترم. نعم. ما أعرف شو اللي صار، شو اللي دار، ما أعرف ليش هالاستهزاء. نعم. هذا اللي حبيت أقوله يعني. نعم. أنا أتمنى تعيدون الفيديو لأن صراحة شفت عنه. نعم. طبعا البث المباشر موجود على موقع قناة الرافدين على فيسبوك وعلى تويتر، والبرنامج نفسه ينعاد على شاشة الرافدين وكذلك ينزل على اليوتيوب إذا تحبين تشوفين الحلقة مرة أخرى. شكرا شكرا أختي. طبعا نأخذ فاصل أعزائي المشاهدين وبعدين نرجع نواصل معكم موضوع هذه الحلقة.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة واتساب حول موضوع حلقة هذا اليوم، يقول مبروك من الإمارات. يقول سلطات الطيران المدني في العراق منذ 2003 وللآن لم تقم بتوفير الأجواء الملائمة للسفر وتسديد الديون المترتبة على واقع الحال في البلد. كل هذا فساد مالي وإداري، جناها الفاسدون كلهم. الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. أين القوانين عن محاسبة الفاسدين عن هذا الفساد المستشري في مفاصل البلد؟ تحية لكادر قناة الرافدين. طبعا احنا عدنا وقت، ايه عدنا وقت، بعدين نروح للمقطع الآخر. الخطوط الجوية العراقية كان من المفترض أنه على الأقل اليوم نشوف وزير النقل يطلع لنا بتصريح صحفي يوضح فيه هذا الأمر إذا كان هناك مسؤولية. يعني ترى الوزير هو موظف، يعني هي مو مسألة، هو مو منصب تشريفي، هو منصب تكليفي، يطلع في مؤتمر صحفي ويوضح اللي صار. يعني إحنا كل سنة أسوأ من سنة، كل يوم أسوأ من الآخر على مستوى الخدمات اللي موجودة في العراق والوضع كل على كل الأصعدة مع الأسف. ومثل ما قالت أم عبد الله تقول أنه بهذا البرنامج مع الأسف أنه إحنا بدنا نسمع أي شيء خبر طيب. وبالفعل إحنا دائما نتكلم هذا الشيء أنه ما نطلع فد يوم إلا وصايرة مصيبة بالعراق أو حدث ليس في صالح المواطن العراقي. التراجع مستمر على كل الأصعدة، في الوزارات، في الدوائر الحكومية، في المطارات. الجماعة ما شاء الله مسيطرين على المطارات، مطار بغداد ومطار النجف والبصرة، وما شاء الله صار لهم 16 سنة يلغفون بهالفلوس ويرجعوا اللي وراء وبعدهم ما شبعوا ويصيحون احنا جينا لمحاربة الدكتاتورية والظلم في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. نترككم مع فاصل لإحدى الفرق أو الناشطين العراقيين في إحدى التظاهرات والاعتصامات يصفون وضع العراق بأغنية عراقية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله. مرينا بيكم حمد، واحنا بقلب محروق، واحنا بقلب محروق، وسمعنا نشع الطفل، وسمعنا نشع الطفل يبكي الوطن مديوق، يبكي الوطن مديوق. يا شعب صيح القهر، يا شعب صيح القهر، صيحة وطن محترق، وفضح حكيهم ولك، وفضح حكيهم ولك، حدر السوالف قنبلة، حدر السوالف قنبلة. يا وطن طلع ودغش، يا وطن طلع ودغش، والدين كذابي، والدين كذابي، باقى وبقايا العمر، باقى وبقايا العمر، ما يطفع الطاوي، ما يطفع الطاوي، باقونا وي الضحى، باقونا وي الضحى، باقونا والله حزاب، باقونا والله حزاب. أنا أرد أسولف للحمد، أنا أرد أسولف الحمد، ما سولف الغيرة، ما سولف الغيرة. يا حمد تالي العمر، يا حمد تالي العمر، سوانا فريرة، سوانا فريرة، بينا الطفر برا الوطن، بينا الطفر برا الوطن، وبينا البقى بخيرة، وبينا البقى.
بحيرة مرينا بيكم حمد مرينا بيكم حمد وإحنا بقلب محروب وإحنا بقلب محروب واسمعنا نشغى الطفل واسمعنا نشغى الطفل يبكي الوطن مديور